بشاشة صاحبت حلول هذا العام الجديد هنا بمنتزه الصبلة، متنفس وطاقة إيجابية للكبير والصغير استعدادا للدخول المدرسي. جيت للصابلات باش نبروفيتيو باسكو غادي ان شاء الله نقراو. منتزه الصابلات منتزه جميل ويصلح باش تجيبوا ولادكم يلعبوا فيه، يلعبوا يقعدوا يرفعوا على روحهم في الليل يجوا في الصباح. فيه الالعاب، فيه كلش، يدوروا فيه دراري، كل مره يجوا لهنا دراري، واليوم نهار الاخر جينا نلعبوا. مقصد الجميع خليج الجزائر، ترويح عن النفس واستمتاع. احنا جينا من بسعاده باسكو الصابلات الله يبارك فيها، ما بلايص تاع تحواس، بلايص مليحه. دارين نجيو ليها هنايا، تلقى لي فامي بزاف قاعدين هنايا، فيها وين اللي تاع وين يلعبوا دراري يجروا باش يخدموا لنا مليح كاني ان شاء الله في فصل ثاني. اليوم ما شاء الله الحال شباب، خرجنا كاع الفاميليا، صافي رونط وما جيناش لهنا. مثل هذه المساحات ومثل هكذا خرجت هي متنفس دائم لنا ما دام احترامنا للاجراءات الوقائيه قائمون.